بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إخوة الإيمان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرحب بكم في مستهل حلقة هذا اليوم من برنامج فتاوى، والتي تجمعنا بضيفنا الكريم فضيلة الشيخ الدكتور عبد السلام بن عبد الله السليمان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للفتوى. السلام عليكم يا شيخ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم بالإخوة المشاهدين والمشاهدات، حياكم الله جميعا. حياكم الله أيها الإخوة، وأذكركم بجوال البرنامج للتواصل للرسائل النصية والواتساب 0501785536. على بركة الله نبدأ هذه الحلقة فضيلة الدكتور عبد السلام بأول اتصال. معنا اتصال أم نايف من الطائف، حياة الله، تفضلي. أهلا وسهلا، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بغيت أسأل الشيخ. يسمعك الشيخ. أنا بنزل حج يوم 7. نعم. فسؤالي إني ما أدري هل يجوز إني أقدر أبدل ملابسي من تاريخ 7 لين أحل إحرامي، أقدر أبدل وأتسبح ولا ممنوع؟ طيب سؤال، شكرا لك. نعم، معنا اتصال أيضا آخر، معنا اتصال الأخ شادي من الرياض. السلام عليكم. عليكم السلام. لو سمحت بدي أسأل الشيخ إذا أمكن. تفضل، معك يسمعك. لو سمحت يا شيخ، أنا حجيت عن نفسي حج الفريضة وطلع لي السنة حج مرة ثانية، فبدي أحج عن والدتي. هي والدتي على قيد الحياة. نعم. وهي تعيش خارج المملكة العربية السعودية، عندها مشكلة في جواز سفرها، صحتها طبعا الحمد لله رب العالمين بأتم صحة وعافية، لكن ما تقدر تتعرض للشمس لفترات طويلة، وعندها مشكلة بجواز سفرها، لكن يعني ممكن ينحل الموضوع. طيب، فهل بالحالة هاي يمديني أحج عنها حج الفريضة حقها، ولا لازم هي تحج بنفسها؟ لأنها مريضة يعني. ها، يعني مريضة بس بالنسبة للشمس، لكن أمورها صحتها وتمام وبتقدر تتحرك. طيب هذا السؤال كان. شكرا جزيلا. نعم، بارك الله فيكم. هذه أولا نعود إلى اتصال أم نايف، سألت تقول أنا سوف أحج يوم 7 من ذي الحجة، وتسأل عن تبديل الملابس خلال هذه الفترة، تغييرها. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نقول لمن أراد الحج ولبى بالحج، إذا كان الحج مفردا، فإنه في هذه الحالة يبقى على إحرامه، يبقى على إحرامه سواء للرجل أو المرأة، فيبقى على إحرامه حتى يتحلل من إحرامه في يوم العيد. ويجوز له، أي للحاج والمتلبس بالحج، يجوز له أن يغير ملابسه، سواء ملابس الإحرام للرجل أراد أن يغير إحرامه بإحرام آخر، ربما يكون هذا الإحرام اتسخ، يقوم بغسله لكن لا يغسله بصابون أو أيضا من المزيلات التي تستخدم للغسيل ويكون فيها نوع من أنواع الطيب، إنما يجوز له أن يغسل هذا الإحرام وأن يلبسه أو أن يغير إحرامه. يعني بعض الناس ربما يحضر أكثر من إحرام معه، فلا حرج في ذلك. كذلك المرأة يجوز لها أن تغير ملابسها إذا احتاجت إلى ذلك، فلا حرج عليها في تغيير الملابس. وأما بالنسبة للمتمتع، من حج متمتعا ولو أنه جاء للحج في اليوم 7، فنقول المتمتع يأتي بالعمرة، فإذا انتهى من عمرته تحلل بعد ذلك، بعد أن ينتهي من عمرته ويحلق رأسه فيتحلل. في هذه الحالة ما بين تحلله إلى أن يلبي بالحج يجوز له أن يفعل كل شيء، فهذا هو المتمتع. فله حتى أن له أن يأتي زوجته أيضا، لأن يسأل البعض يظن أن المتمتع أنه لا يجوز له أن يأتي زوجته. نقول لا، الذي يتحلل يجوز له كل شيء، فهذا هو المتمتع. أما القارن فأيضا هو مثل من حج مفردا، فإنه يبقى على إحرامه ولكنه يدخل العمرة على الحج، هذا بالنسبة للقارن. نعم،
أحسن الله إليكم. أيضا هذا الشادي يسأل بارك الله فيكم، يقول أنه حجيت حجة الفريضة أنا ولله الحمد، وبقي أريد أن أحج عن والدتي المريضة التي إذا تعرضت للشمس أو شيء من ذلك لا تستطيع، وهي حجتها الفريضة، هل يجوز لي أن أحج عنها؟ نقول إذا كانت المرأة أو بالنسبة لوالدته إذا كانت تستطيع المجيء إلى مكة وأيضا ركوب الطائرة أو ركوب السيارة حتى تصل وتؤدي مناسك الحج، فنقول لا يجوز لك في هذه الحالة أن تحج عن والدتك إذا كان عندها الاستطاعة، إنما يكون الحج عن الكبير في السن الذي لا يستطيع أن يركب الطائرة أو يركب السائرة، مثل المرأة التي جاءت للنبي عليه الصلاة والسلام فسألته فقالت إن أبي شيخا كبيرا ولا يستطيع أيضا أن يركب الراحلة أو أن يقف أو يثبت على الراحلة، فهل أحج عنه؟ قال حجي عن أبيك. هذا كان حال هذه المرأة مثل حال ذلك الرجل الذي لا يستطيع أن يركب الراحلة ولا يستطيع أن يصل إلى مكة. ولكن من ما فهمناه من السائل أن والدته بصحة وتستطيع السفر وتستطيع الذهاب، أما ما يتعلق بالشمس ولله الحمد هناك أيضا أسباب يستطيع أن يفعله من يصاب بمثل هذه التحسسات من الشمس وغيرها من الواقيات، فلا شك أن هذا أيضا موجود ما يتعلق بعلاجه وما يتعلق بحماية البشرة. وفي الغالب الآن ولله الحمد ومع تيسر ولله الحمد الحج خاصة مع التسهيلات التي وضعتها الدولة ولله الحمد أصبح الحج متيسرا، نجد أن الحاج يستطيع أن يطوف في الظل إذا طاف في الرواق السعودي الآن وهو متاح وهو مظلل ومكيف، وهناك عربيات ولله الحمد وفرتها أيضا رئاسة شؤون الحرمين للحجاج وللمعتمرين، تستطيع أن تركب هذه السيارة وتطوف في الظل. كذلك التنقل ما بين مكة إلى ميناء والمبيت ميناء هناك مخيمات، وكذلك عرفة هناك مخيمات، وأيضا لا يتعرض الحاج إلى الشمس إذا أراد أن لا يتعرض أو الطواف إليها ليلا يا شيخ، وكذلك أيضا تستطيع مثلا أن تجعل الطواف في وقت الليل. نعم. كل هذا أمر متاح، ولذلك نقول لا يصلح أن يحج عن والدته وهي تستطيع الوصول، وهناك أيضا أمور تستطيع أن تقوم بفعلها فتتجنب ما يحصل من الضرر. نعم أحسن الله إليكم. نستأذنكم بقراءة بعض الأسئلة في هذه الحلقة حفظكم الله. من الأسئلة أيها الإخوة والأخوات، هل من توجيه للمسارعة في الخيرات واستغلال الأوقات الفاضلة وخاصة في أيام عشر ذي الحجة؟ أيضا من الأسئلة، ما هو الأفضل شراء الأضحية وذبحها أو التصدق بقيمتها على الفقراء؟ كذلك من الأسئلة، ما هي الشروط التي تجب في الأضحية؟ أيضا من الأسئلة، هل تجوز المشاركة في الأضحية وكيف يتم توزيع لحم الأضحية؟ نعود إليكم فضيلة الشيخ، والسؤال عن هل من توجيه للمسارعة في الخيرات واستغلال الأوقات الفاضلة وخاصة في أيام عشر ذي الحجة؟ نعم، الله سبحانه وتعالى حتى عباده على المسارعة على الخيرات في جميع أيام السنة. نعم. ولا شك أن أيضا هناك أزمنة فاضلة لا شك أن عمل المسلم فيها يفضل عن بقية الأيام، أي أيام السنة، مثل أيام عشر ذي الحجة، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول ما من أيام من العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام، أيام العشر من ذي الحجة. قال ولا الجهاد في سبيل الله، قال ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله ولم يرجع من ذلك بشيء. فالمسارعة إلى الخيرات لا شك أنه من أفضل ما يحرص عليه المسلم، لذلك قال الله تعالى في كتابه وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها. المقصود أن المسارعة في الخيرات
قد أمرنا الله سبحانه وتعالى وأيضا حثنا أيضا نبينا عليه الصلاة والسلام في الحديث اغتنم خمسا قبل خمس، قال شبابك قبل هرمك، وأيضا قال صحتك قبل مرضك، وأيضا غناك قبل فقرك، وكذلك فراغك قبل شغلك، وأيضا قال أيضا وحياتك قبل موتك. فهذه خمس يغتنمها المسلم: الشباب والصحة والعافية والغنى والفراغ والحياة. فهذه نعمة، فإذا تذكر المسلم هذه الفضائل وهذه النعم التي أنعم الله عليه بها من الشباب إذا كان شابا أو إذا كان في صحة وفي عافية، وكان أيضا يملك المال فينفق في الأعمال وفي أيضا الصدقة، كذلك أيضا الفراغ فهو نعمة فيستغل هذا الفراغ في العبادة وغيرها. نعم نعم. ما هو الأفضل يا شيخ، شراء الأضحية وذبحها أو التصدق بقيمتها على الفقراء؟ لا شك أن الأضحية في وقتها أفضل. جميل. يعني الأضحية هي سنة مؤكدة وقد فعلها النبي عليه الصلاة والسلام، ولذلك إذا نظرنا إلى أن الأضحية فإن وقتها، إذا وقت الأضحية له وقت محدد، وأما ما يتعلق بالصدقة فإنه يتصدق المسلم في جميع أوقات السنة، ولذلك إذا جاء وقت الأضحية فلا شك أن الأفضل للمسلم أن يضحي. وإذا نظرنا إلى الأضحية فلا شك أنها من أفضل القربات إلى الله سبحانه وتعالى، ولذلك نجد أن البعض إذا جاء وقت الأضحية يبدأ يبحث عن الأعذار عن عدم استطاعته للأضحية، ولكن هذا الشخص إذا جاءه ضيف تجد أنه يقوم بإكرامه، وهذا من إجلاله لذلك الضيف بذبح أيضا من أفضل أنواع الذبائح، فيبحث عن السمينة من أجل أن يوجب ذلك الشخص في ضيافته، في ضيافته إذا كان في ضيافته فيقوم بذبح أيضا السمين منها ويتكلف في ذلك، لكي إذا جاء هذا الضيف ونظر إلى هذه الذبيحة التي ذبحها يجد أن هذا الشخص قد أكرمه، فكيف بالأضحية التي يتقرب بها العبد إلى الله سبحانه وتعالى؟ فلا شك أنه يبحث عن أفضل الأضاحي، وهذا ما كان يفعله النبي عليه الصلاة والسلام عندما جاء في الحديث عن أضحيته عليه الصلاة والسلام، وصفت قال أنه ينظر في سواد ويمشي في سواد ويبرك في سواد، فقالوا عندما قال ذبح النبي عليه الصلاة والسلام كبشين أملحين، الأملح هو الذي يكون أبيض وفيه سواد، فوصف هذا الوصف يدل على أيضا جمال هذا أو جمال هذا أو جمال هذه الأضحية، فأيضا ينتقي أفضل الأضاحي، وأيضا أيضا المظهر الذي يظهر أيضا على هذه الأضحية، إذا كان هذا من حرص النبي عليه الصلاة والسلام على أضحيته. نعم. وأيضا جاء في رواية أنه يبحث عن الأضحية التي تكون فيها أيضا اللحم وأيضا تكون سمينة، كل ذلك من أجل أن يتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى، لذلك لا شك أن المسلم لا يفرط في مثل هذه العبادة وهي التقرب إلى الله، وأيضا هي سنة، والنبي عليه الصلاة والسلام ضحى بكبشين أملحين أقرنين، أحدهما قال عنه وعن آل بيته، والآخر قال عنه وعن أمة محمد، فلا شك أن المسلم عليه أن لا يفوت هذه الفرصة، وعليه أن لو أنه اقترض وهو يعلم بأنه يستطيع سداد ذلك المبلغ نقول أيضا لا حرج عليه في ذلك. نعم. أحسن الله إليكم، ونتوقف مع هذا الفاصل ثم نعود إن شاء الله. أهلا وسهلا بكم ومتواصلين معكم ومع ضيفنا الكريم فضيلة الشيخ الدكتور عبد السلام بن عبد الله السليمان، حياكم الله يا شيخ مرة أخرى. ومن الأسئلة في هذه الحلقة: ما هي الشروط التي تجب في الأضحية؟ نعم، ذكر أهل العلم شروطا للأضحية، فذكروا منها أن تكون هذه الأضحية ملكا للمضحي، فلا يجوز للمسروقة ولا يجوز لمن أخذها بالغصب
وأيضا أضاف أهل العلم أن يكون المال الذي اشترى به هذه الأضحية مالا حلالا، ولا يجوز أيضا أن يكون هذا المال أخذه بطريقة محرمة. هذا بالنسبة للشرط الأول. الشرط الثاني ذكروا أنها تكون من بهيمة الأنعام، من الإبل أو البقر أو الماعز أو الضأن. والأمر الثالث بالنسبة للسن، فحددوا سن لما يضحى به، فقالوا بالنسبة للإبل 5 سنين، وللبقر 2 سنين، وللماعز 1 سنة، وللضأن 6 أشهر. واستدلوا بحديث النبي عليه الصلاة والسلام قال يعني إذا أمر قال ضحوا بمسنة فإن لم تستطيعوا فبجدعة، والجدعة هي ما قال جدعة من الضأن، يعني لأن الضأن يجوز أن يضحى به إذا كان أو بلغ 6 أشهر. هذا بالنسبة للشرط الثالث. الشرط الرابع هو متعلق بالعيوب المتعلقة بالأضحية، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال 4 لا يضحى بها: العوراء البين عورها، وأيضا المريضة البين مرضها، والعرجاء البين ضلعها، والعجفاء التي لا تنقي، والعجفاء المقصود بها الهزيلة. هذه 4 لا يضحى بها. وأيضا أضاف أيضا بعض أهل العلم مثل مقطوعة الأذن أو المكسورة السن، أو إذا كان فيها شيء من العيوب، فهو إذا كان هذا العيب ظاهرا فلا شك أنه أيضا داخل في ما يتعلق بالعيوب التي مثل ما بيّنها النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث. نعم، أحسن الله إليكم. أيضا من الأسئلة في هذه الحلقة: هل تجوز المشاركة في الأضحية، وكيف يتم توزيع لحم الأضحية؟ وكذلك أيضا من الأسئلة: ما حكم صيام 9 من ذي الحجة؟ وأيضا من الأسئلة في هذه الحلقة: هل هناك دعاء يقوله المضحي عند ذبح الأضحية؟ وكذلك هل يجوز إعطاء الجزار جلد الأضحية؟ وهل يجوز بيع شيء من الأضحية؟ نعود إلى هل تجوز المشاركة يا شيخ في الأضحية، وكيف يتم توزيع الأضحية؟ بالنسبة للماعز والضأن فلا يجوز أن يشترك فيها إلا أكثر من شخص، يعني فقط هي لواحد، لشخص واحد، ولكن يجوز له أن يشرك في أجرها من يشاء. فبالنسبة للضأن والماعز يجوز له أن يضحي بها ويضحي بها عن نفسه، وأيضا يشرك أهل بيته أو يشرك من يشاء، كما فعل ذلك النبي عليه الصلاة والسلام، ضحى بشاة، فأيضا قال عليه الصلاة والسلام عند ذبحها: اللهم هذه عن محمد وعن آل محمد، والثانية قال عن محمد وعن أمة محمد. فبالنسبة للشاة كما ذكرنا والماعز لا يجوز أن يشاركه معه أحد، يعني أن يأتي شخص فيقول لي مثلا لزوجتي نتشارك في أضحية واحدة، فتدفع هي جزء من المال وهو يدفع جزء من المال فيضحي كلاهما على أنها جميعها أضحية لهما، نقول لا، هي تكون عن واحد منهما ويضحي ويشرك من يشاء. أما بالنسبة للإبل والبقر فهي عن 7، يجوز أن يشترك 7 في بالنسبة للبقر وبالنسبة للإبل. واستدلوا بذلك بحديث جابر رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام أمرهم بذبح ونحر الهدي، وأخبرهم بأن الإبل والبقر عن 7. نعم. قبل أن أذهب إلى السؤال هذا، بشكل عام يا شيخ، ما حكم الأضحية؟ الأضحية سنة مؤكدة. نعم. سنة مؤكدة، ولذلك فعلها النبي عليه الصلاة والسلام وفعلها من بعده من الصحابة، ولذلك يجدر بالمسلم ألا يفرط بهذه العبادة. وهناك فضائل ذكرت، وإن كان في هذه الفضائل وهذه الأحاديث التي جاءت شيء من الضعف، لكن أيضا لو لم يأتي منها إلا أنها اتباع لسنة النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. كيف يتم توزيع الأضحية؟ الأضحية توزع كما ذكر أهل العلم 3، فثلث يأكل منه، وثلث يتصدق به، وثلث يهديه لجيرانه ولأقربائه.
هذا ما ذكره بعض أهل العلم، ولا يعني هذا التفصيل وهذا التقسيم ليس واجبا، ولكن ذكروا أن يعني الأضحية توزع بهذه الطريقة. أولا إذا أكل منها فلا شك أنها من السنة أن يأكل من أضحيته، كذلك إذا أهدى أيضا يدعو له جاره ويدعو له من أهدي له من هذه الأضحية، وكذلك الصدقة أن يستفيد منها الفقراء. ولذلك قال الله تعالى في الهدي: فكلوا وأطعموا القانع والمعتر. القانع هو الذي لا يسأل ولا يطلب من الناس شيئا وهو المتعفف، والمعتر هو الذي يسأل، هو الفقير الذي يسأل. نعم، القانع هو الذي لا يسأل أحد ولا شيء، هو المتعفف. يعني فقير ولكنه متعفف، لا يسألون الناس إلحافا. نعم. نعم، بارك الله فيكم. من الأسئلة فضيلة الشيخ: ما حكم صيام التاسع من ذي الحجة؟ جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام ما يدل على فضل صيام يوم التاسع وهو يوم عرفة لغير الحاج، فقال: احتسبوا على الله أن يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده. فلا شك أن المسلم عليه أن يحرص على صيام مثل هذا اليوم. لذلك مما ينبه عليه أن البعض يريد أن يقضي مثلا يوما من رمضان ويجعله في هذا اليوم، نقول الأفضل ألا تشرك مع هذا اليوم ما يتعلق بقضاء يوم عليك، ولكن نقول مثلا في الشخص الذي عليه صيام متتابع وعليه صيام ما متعلق بكفارة صيام شهرين، فنقول لا، عليه أن يصوم أيضا هذا اليوم بنية الكفارة. وأما وإن شاء الله أنه يحتسب أيضا هذا الصيام عند الله سبحانه وتعالى، لكن الأفضل أن لا يشرك مع هذا اليوم يوما آخر، سواء كان متعلق بالقضاء أو ربما يتعلق بمثلا نذره، فإنه يصوم هذا اليوم ويحتسب في أجر هذا اليوم كما بين ذلك النبي عليه الصلاة والسلام أن يكفر به عن السنة الماضية والسنة التي بعدها. نعم. طيب يا شيخ بارك الله فيكم، هل هناك دعاء يقوله المضحي عند ذبح الأضحية؟ نعم، جاءت حديث تدل على ما يتعلق بالسنة عند الذبح، فجاء في حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي عليه الصلاة والسلام ضحى بكبشين أقرنين أملحين. تقول عائشة رضي الله عنها أيضا قال عليه الصلاة والسلام عند ذبح هذه الأضحية: بسم الله والله أكبر، يعني قالت سمى وكبر. فالتسمية مشروعة، لذلك على المسلم أن يحرص على التسمية عند الذبح. والزيادة وردت في أحاديث كثيرة، جاء في حديث أنس وحديث جابر وكذلك حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي رضي الله عنهم أجمعين أن النبي عليه الصلاة والسلام عند ذبحه للأضحية سمى، قال بسم الله والله أكبر. وأيضا جاءت أيضا روايات أخرى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، يقوله أيضا أثناء الذبح. وأيضا ذكر أهل العلم أنه إذا سمى وكبر وذكى يدعو الله سبحانه وتعالى بأن يتقبلها منه، يدعو الله بأن يجعلها مقبولة، أن يتقبل منه هذه الأضحية. نعم، بعضهم يا شيخ يمسح عليها ويقول بسم الله اللهم إنها منك وإليك، ما صحيح؟ نعم، أيضا لا يمسح عليها، لكن عند الذبح أيضا ورد أن يقول بسم الله اللهم هذا منك ولك، ثم يسمي ويكبر. هذه أيضا من ما جاءت به الروايات في ما يتلفظ به من أراد أن يضحي. نعم، هل يجوز إعطاء الجزار جلد الأضحية، وهل يجوز بيع شيء من الأضحية؟ لا يجوز إعطاء الجزار أي شيء من الأضحية، سواء من اللحم أو من جلدها أو أي شيء أيضا من أعضاء ذلك المذبوح، سواء كان من الإبل أو من البقر أو من الغنم أو من الضأن، فلا يجوز أن يعطيه من شيئا من لحمها، ولا يعطيه أيضا الجلد، ولا يعطيه على أن ذلك أجرة، على أن ذلك أجرة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام عندما وكل علي رضي الله عنه بذبح هديه
أمره بأن يذبح ذلك الهدي وأن لا يعطي الجزار شيئا، قال نحن نعطيه من عندنا، فمعنى ذلك أنه لا يعطى الجزار شيئا من هذه الأضحية مقابل الذبح. لكن لو أنه ذبح هذه الأضحية وانتهى وأعطاه الأجرة مقابل هذا الذبح ثم بعد ذلك أراد أن يهديه ويقدم له هدية جاز له ذلك، لكن لا يكون هذا العطاء مقابل الذبح. نعم. ما هو أول وقت لذبح الأضحية وآخر وقت لذبحها؟ أول وقت الأضحية بعد شروق الشمس يوم العيد وارتفاع الشمس، ويقال أيضا لأهل البوادي يقوم باحتساب وقت صلاة ركعتين وأيضا شيء من الخطبة. طبعا بالنسبة لشروق الشمس ووقت الصلاة يكون بعد ارتفاع الشمس قيد رمح، يعني بعد ربع ساعة، ثم يحسب بعد ذلك خمس دقائق يعني، ثم بعد ذلك أيضا دقائق بسيطة، ثم بعد ذلك يضحي. وينتهي وقت الأضحية بمغيب يوم شمس يوم الثالث عشر، وهو رابع أيام العيد، فأيام العيد هو يوم العيد يوم العاشر واليوم الثاني عشر وأيضا يوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر. اليوم العاشر هو يوم العيد، ثم ثلاثة أيام من أيام التشريق، كل أيام التشريق أيام ذبح، ويذبح إلى مغيب شمس يوم الثالث عشر من شهر ذي الحجة. نعم. جزاك الله خير يا شيخ على ما قدمت في هذه الحلقة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا جميعا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يعيننا في هذه الأيام على الاجتهاد في عبادة الله سبحانه وتعالى والتقرب إليه فيما ينفعنا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إخوة الإيمان، إلى هنا وناتي إلى ختام حلقة هذا اليوم من برنامج فتاوى، وقد أجاب عن أسئلتكم فضيلة الشيخ الدكتور عبد السلام بن عبد الله سليمان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للفتوى. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، وأن يبارك لنا بهذا الحج، وأن يجعله حجا مبرورا وسعيا مشكورا. نلقاكم على خير بإذن الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.